لا شك أن هذه البطولة تجمع عدد كبير من لاعبي كرة القدم في الهواة في مملكة البحرين. طبعا هاي شريحة كبيرة، ولعبة كرة القدم هي لعبة رقم واحد في البحرين، ولا شك أن فترة الصيف يعني فترة دائما تكون يعني فيها فراغ، وهذه البطولة فعلا غطت يعني هذه النقص اللي موجود. والحمد لله يعني نشوف دائما سنة عن سنة البطولة قاعدة تكبر، البطولة قاعدة تأخذ الحجم اللي احنا يعني نتمناه أو يعني نتطلع ان احنا نشوفه. والحمد لله يعني نهنئ المنظمين، نهنئ القائمين على هذه البطولة مرة أخرى، ونشكر سمو الشيخ خالد على رعايته لهذه البطولة،